اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا هداة المهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. أسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. أسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عن الظمأ ومن المال والأهل والولد. استرنا اللهم فوق الأرض وتحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض عليك، وإن من كتبنا ويسر حسابنا وحشرنا في زمرة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا متحابين فيكم، متضامنين فيكم، متبادلين فيكم، متعاونين على البر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وعلمته أحدا من خلقك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، واجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم تقبل من إخواننا هذه الجهود واجعلها في ميزان حسناته. اللهم يا رب شفع فيهم القرآن الكريم واجعله شاهدا لهم لا عليهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ما قدموا في ميزان حسناته. اللهم تقبل من المحسنين الذين يحسنون بأموالهم وبآرائهم وبجهودهم وبأفكارهم. اللهم اجعل كل ذلك في ميزان حسناته وضاعف لهم الأجر والثواب، يا سميع يا مجيب يا قريب. اللهم اصلح حولنا، استر عيوبنا، اصلح أزواجنا وذرياتنا، احفظ أسرنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين ووسوسة الشياطين، يا سميع يا مجيب يا قريب. ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.